أهلا وسهلا بكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو في أولى حلقتنا خلال هذا الأسبوع من برنامجكم سيداتي سادتي بفقرات منوعة فيها مجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات. واليوم إن شاء الله غادي نقوموا بالإجابة على مجموعة من التساؤلات اللي سبق ومن راس معنا الأسئلة اللي داس معنا في الحلقة الماضية. اليوم إن شاء الله غادي نجاوبوا عليها وكنتمنى كل الناس اللي كانوا طرحوا الأسئلة ديالهم يكونوا في الاستماع باش ياخذوا الإجابات عليها. اليوم من خلال فقرة بريكولاج غادي نرجعوا مجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات وصلتنا من عند ناجية من وجدة، من عند ظاهرة أم وئام ولقمان، من عند فاطمة بالحاج، وكذلك من عند هدى المجدوبي. فغادي ندرجوا كل أفكارهم وكل اقتراحاتهم. واليوم تواصلنا غادي يكون مع المتوج، وفقط بغيت نقول على أنه استثناء خلال شهر رمضان الكريم كل أسبوع كل سيمانة غنحتفلوا بمتوج أو لا متوجة، باش إن شاء الله خلال شهر رمضان الكريم على الأقل غيكونوا معنا 4 ديال المتوجين كلهم فادونا بأفكارهم واقتراحاتهم. البداية اليوم غتكون مع المتوج اللي هو عماد الفاطمي، فادنا يعني على مدى يعني واحد الفترات اللي هي طويلة بأفكار وباقتراحات ومجتهد ويوميا كيوضع الأفكار والاقتراحات ديالو من خلال صفحة البرنامج. فشكرا لك عماد الفاطمي، وهي فرصة باش اليوم نسمعوا صوته على الهواء مباشرة ويفيدنا هو بالأفكار وبالاقتراحات اللي عنده. فغيكون تواصلنا ديالو مع طبعا تواصلنا معه اليوم في الحلقة. فعماد من مدينة أكادير هو المتوج ديال اليوم، ما تنسوش كيف ما قلت على أنه استثناء خلال شهر رمضان الكريم كل أسبوع غادي يكون الاحتفاء بمتوج أو لا متوجة. فان شاء الله حد سعيد كنتمنوه للجميع. تواصلنا غادي يكون مفتوح معكم انتم أوفياءنا كالعادة عن طريق الأرقام اللي هي 05 22 46 72 50 51 أو 52. قبل ما غادي نمشيو الأولى فقرتنا غادي نبقاو مع فاصل إعلاني توقفوا معه ورجعين مباشرة، فخليكم معنا. ورجعنا أكيد على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم وبرنامجكم سيداتي سادتي. غادي نمشيو باش نجاوبوا على مجموعة من التساؤلات، وأول سؤال غادي نبداو به اليوم كان من عند حياة من مدينة فاس، وكذلك حفيظة من مراكش اللي كانوا كيسولوا على شنو هو الحل بالنسبة لذاك البخوش الصغير اللي كيكون في الكوزينة أو بالضبط في البلاكارات ديال الخشب. فهنا بالنسبة لك حياة من فاس وكذلك حفيظة من مراكش وكل الناس اللي عندهم هذا المشكل، فكاين عندنا زوج ديال الاقتراحات. الاقتراح الأول إذا كان هذا البخوش غير كتشوفيه في البلاكار ولكن ما كيخليش دوك الثقوب اللي يعني بحال كينخر داك الخشب، فهاد البخوش احسن حاجه تستعملوه هما دوك الساشيات الخضرين اللي كنا تكلمنا عليهم شحال من مره في البرنامج، وما كيصلحوا حتى بالنسبه للناس اللي عندهم اي نوع ديال الحشرات وخصوصا حتى سرق السيس. فحتى بالنسبه لهذا البخوش اللي كيكون صغير فغادي ناخذوا الكميه ديال ساشيه وحده، ويعني الثمن ديالو في المتناول درهم واحد، يعني بالنسبه للساشيه كناخذوها وكنخلطوها مع واحد زوج ديال المعالق كبار من ياغورت كيف ما كان، سواء طبيعي يعني او لمسوس ولا حتى بالنكهه ماشي مشكل. كناخذوا زوج ديال المعالق كبار ديال ياغورت كيف ما كان وكنخلطوه مع ساشيه وحده من هذا المسحوق هذا، فكنخلطوه مزيان وكنبداو كناخذوا واحد الطريفه ديال القطن كنغطسوه في هذا الخليط وكندوزوه على البلاكار ديال الخشب وخصوصا الجوانب اللي هما جو الداخل. ما نساوش كذلك حتى بالنسبه للجوانب او القناص ديال الحيط اللي عندنا في الكوزينه كاملين وكنخليوه. وكتحاول السيده على انه كل مره نظفات الارضيه ولا دوزات يعني او نشفات الارضيه مثلا واستعملات الجفاف تحاول على انه دوك القناص ديال الحيط ما تقيسهمش، فهي كتكون صعيبه خصوصا بالنسبه للسيدات اللي فيهم نسوس شويه وكيبغيو ينظفوا مزيان، ولكن على الاقل نخليو دهد يعني المسحوق اللي حنا استعملناه على الاقل مده ديال اسبوع باش الفعاليه ديالو تبقى ودوك الحشرات ما غاديش تبقاو تشوفوهم نهائيا. فعلى الاقل كيخصو يبقى المده ديال اسبوع. بالنسبه للبلاكارات اللي هما يعني ديال الخشب وغادي نعملوه لداخل، فما نساوش دوك الماء اللي هما عندنا في البلاكار كل مره احتاجيناهم كيخصهم يتغسلوا مزيان عاد كنستعملوهم. ونصيحه لكل امهات اللي عندهم وليدات صغار، الا كانوا عندنا وليدات صغار ومثلا كيتمشاو او لا، فمن الاحسن على انهم تفادوا نديروه في القناص ديال الحيط لتحت، لانه يقدر الوليد يقيسوا ولا يهزوا بالاصبع ديالو او لا، فنتفادوا ما نديروه غير الفوق يعني البلاصه اللي كتكون عاليه، فنردوا البال لهذه المساله بزاف. كاين الاقتراح الثاني بالنسبه لذاك النوع ديال الحشرات اللي هو كينخر الخشب يعني كيخلي فيه واحد الثقوب، فهنا غادي نحتاجوا البصله اللي كناخدوها كنقسموها على زوج، كناخدو نص بصله كندوزوه في الحكاكه الرقيقه مزيان لانه حاشنا بداك الماء ديال البصله، لما كتحك البصله كنعصروها كناخدو داك الماء وكنديروه في ابره في سورانغ كنعمروها بداك الماء ديال البصله وكنبداو كنتكوف دوك الثقوب اللي عندنا يعني دارهم دوك الحشرات او نخرهم في الخشب. فكتواظب السيده على الاقل على هذه الطريقه المده ديال 3 ايام اللي كتكون يعني متابعه المده ديال 3 ديال الايام كنبقاو كنعمرو دوك الثقوب في الخشب بهذا الماء ديال البصله. فعاده هذه الانواع ديال الحشرات
كتعطي من بعد سوسه، فحنا كنعالجوه كنخليو داك الخشب في الحاله ديالو ما كتوقع له حتى شي حاجه. اذا الاقتراح الاول بالنسبه لك حياه من الفاس وحافظه من مراكش، الا كان غير داك البخوش العادي اللي هو ما كينخرش الخشب فكنكتفيو كناخذوا داك الساشي الاخضر، يعني ساشيه وحده كنخلطوها مع زوج ديال المعالق كبار ديال ياغورت كيف ما كان اي نوع، كنخلطوه مزيان وداك الخليط كنبداو كندهنوه في الجوانب ديال البلاكار ديال الخشب من الداخل، نحاولوا ما نديروش على برا لانه كيخلي الاثار، نديروه غير في البلاكار من الداخل. كذلك بالنسبه للجوانب ديال الحيط اللي كانوا عندنا وليدات يعني كيعرفوا اولا ماشي صغار فماشي مشكل حتى اللي درنا لانه وليدات كيردوا بالهم، اما الا كانوا وليدات صغار فمن الاحسن نتفادوا ما نديروش نهائيا في الارض، ولكن هو بغينا الفعاليه فكيخصنا ندهنوا الكوزينه كامله ودوك الجوانب ديال الحيط باش ديك الحشرات اي بلاصه دازت منها ما كنعاودوش نشوفوها مره اخرى نهائيا. هذا الاقتراح الاول. بالنسبه لدوك الانواع ديال الحشرات كيف ما شرنا اللي هي كتنخر الخشب، فعاده ما كنستعملوا غير البصله، كناخذوا بصله وكنقسموها على زوج، نص بصله كنحكوه في الحكاكه الرقيقه مزيان باش كنحصلوا على داك الماء ديال البصله، كنعصروها وكناخذوا غير داك الماء كنعمروا به واحد الابره او لا سورانغ وكنبداو كنتكوها في دوك الاماكن اللي فيهم الثقوب في الخشب باش كنحميوه وكنخليوه ما يتصابش بالسوسه نهائيا. كانت مستمعه كريمه اللي هي سهام سولات كذلك على الزبده ديال الكاريتي، مين تقدر تاخذها وكيفاش تعرفها انها مزيانه؟ فعاده كناخذوها من الصيدليات يا سهام، من الاحسن يعني واكثر ضمان واكثر امان انك تاخذيها من الصيدليات باش كتعرفيها انها مزيانه. من الاحسن على انه ديك الزبده ديال الكاريتي ما يكونش اللون ديالها ابيض، وانما كناخذوها كيكون اللون ديالها باج او لا بلون كاسي، فهذا كيعني على انها بيو وانها صالحه للاستعمال ومزيانه، وهي اللي غالبا ما كتلقاو في الصيدليات اللون ديالها ما كيكونش ابيض نهائيا، يعني ماشي داك البياض الناصع وانما شويه كيميل كيف ما قلت لذاك اللون البيج، فهذا هو يعني من هنا تقدري تاخذي الزبده ديال الكاريتي من الصيدليات فكتكون اكثر ضمان وامان بالنسبه لك سهام. غادي نمشيو هاد المره لفقره بريكولاج بمجموعه من الافكار ومن الاقتراحات، واول اقتراح غادي نبداو به اليوم كان من عند ناجيه من وجده. ناجيه اليوم اختارت انها تبدا اول اقتراح بانها تعطينا واحد الصابون بالنسبه للحوايج البيضين الا كنا غادي نصبنوهم في الماكينه، الا كانوا فيهم شي طبايع اللي هما صعاب اولا بغينا نحصلوا على داك البياض الناصع في هاد الحوايج كيخصنا نخلطوا 4 ديال الصابونات اللي كيكونوا محكوكين وعندنا اختيار، فهي قالت ناجيه سواء صابون الريحه اولا حتى صابون الحجره ولا حتى بالنسبه لدوك الطريفات ديال الصابون اللي كيكونوا دابو، يعني كنكونوا كنغسلوا داك الصابون به اليدين ديالنا من بعد كيذوب وكيبقاو دوك الطريفات الصغار كنجمعوهم حتى كنجمعوا واحد الكميه شويه تكون كثيره ووافيه، كناخذوها وندوزوها في الحكاكه ديال اليد، كنخلطوها مع ايترونس ديال ما طايب يعني ما مغلي باش كيذوب داك الصابون، وكنضيفوا عليهم واحد العلبه صغيره باكيه صغيره من المسحوق ديال بيكربونات الصوديوم، كنبقاو كنحركوا ديك القرعه مزيان ولا بوديزا ولا على حساب شنو عندنا في الدار، كنحركوا كنخلطوا مزيان باش داك الصابون كيذوب في الماء كيتخلط وكيتجانس مع داك المسحوق ديال بيكربونات الصوديوم، وهذا الخليط كنبقاو نستعملوا منه العبار ولا القياس ديال واحد نص كاس صغير دائما في الماكينه ديال التصبين او لا حتى الوقت اللي نبغوا نرقدوا دوك الحوايج البيضين. النتيجه على انه الطبايع الصعيبه ما كتبقاش فيهم، والاهم على انه كنحصلوا على داك البياض الناصع. اذا اعيد مره اخرى بالنسبه للاقتراح ديال ناجيه من وجده، داك الصابون اللي هو خاص بالتبييض ديال الحوايج اللي كيكونوا بيضين كنحتاجوا فيه 4 ديال الصابونات اللي كيكونوا محكوكين سواء صابون الحجره اولا صابون الريحه ولا حتى دوك الطريفات ديال الصابون اللي كيشيطوا كيبقاو عندنا، كناخذوهم وكنحكوهم في الحكاكه كنخلطوهم مع ايترونس ديال ما طايب ما مغلي باش دغيا كيذوب داك الصابون، وباكيه من المسحوق ديال بيكربونات الصوديوم كنحركوا ديك القرعه مزيان باش كيذوب الصابون وكيتخلط وكيتجانس مع المسحوق ديال بيكربونات الصوديوم، والنتيجه داك الخليط اللي كنحصل عليه كنبقاو ناخذوا منه في كل مره بغينا نصبنوا دوك الحوايج البيضين القياس ولا العبار ديال نص كاس صغير، اما كنديروه مع داك المسحوق ديال التصبين في الماكينه او لا كنديروه في الطرقات بالنسبه للصابون باليد الوقت اللي كنبغيو نرقدوهم، والنتيجه على انه كنحصلوا على واحد البياض ناصع في الحوايج البيضين. من عند ناجيه من وجده عطاتنا اقتراح اخر خاص بالنسبه للريحه اللي كتبقى في الفران، مثلا الا بغينا يعني نصيبوا شي حاجه في الفران مثلا كنا طيبنا فيه حوت ولا دجاج ولا اي حاجه ومن بعد بغينا نطيبوا فيه شي كاك ولا اي حاجه اخرى كنخاف وديك الريحه اللي بقات ديال الطياب غتمشي لنا لاي شيء اخرى حضرناها، اشنو كتقترح ناجيه من وجده؟ كتقول ما عليكم الا تاخذوا زلافه صغيره كتعصروا فيها حامضه اولا ليمونه وكديروا فيها الوريقات ديال النعناع، وديك الزلافه كتحطوها في الفران وكتخليوه شاعل على عافيه مهيله بزاف لمده ديال 15 دقيقه ربع ساعه، ديك ساعه كتطفيو الفران كتحلوا الباب ديال الفران غير شويه وكتخليوا ديك الزلافه حتى كتبرد باش دوك الوريقات ديال النعناع مع داك العصير ديال الحامض اولا ديال الليمون كيمتص الروائح كلها اللي عندكم في الفران سواء كان ديال الحوت اولا ديال اي حاجه اخرى. اذا ما علينا الا ناخذوا زلافه
كنعصروا فيها حامضه اولا ليمونه، كنديروا فيها واحد زوج ولا ثلاثه ديال وريقات ديال النعناع، وكنحطوا ديك الزلافه في الفران كنشعلوا الحراره كتكون مهيله، وكنحسبوا ليه المده ديال ربع ساعه. ديك الساعه كنطفيو الفران، كنحلوا الباب ديال الفران غير شويه ما كنحلوش كامل، وكنخليو ديك الزلافه حتى كتبرد باش كيبقاو دوك الوريقات ديال النعناع وداك العصير ديال الحامض اولا الليمون كيمتص الروائح كلها اللي عندكم في الفران، وهكذا تقدروا تطيبوا فيه اي حاجه بغيتوا. من بعد غادي نمشيو لاقتراح اخر، هذه المره من عند زهيره ام وئام ولقمان، واللي اختارت انها تعطينا اليوم واحد الاقتراح خاص بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم المشكل ديال الرائحه، مثلا في البلاكارات ديال الكوزينه، البلاكارات ديال بيت النعاس، حتى في الدوش ولا في الحمام، اي بلاصه كتشموا فيها شي رائحه ما كتعجبكمش، اشنو كنديروا؟ كتقترح علينا زهيره ام وئام ولقمان على انه كناخذوا المسحوق ديال الفاخر، واحد طريف ديال الفاخر اللي كناخذوه كندقوه ولا كنسحقوه في المهراس مع القرفه، يعني عويد ديال القرفه اللي كيكون كذلك مدقوق مزيان، واحد ربعه ولا خمسه ديال الحبات ديال القرنفل مدقوقين، وعندنا القشور ديال الحامض اولا ديال الليمون اللي كيكونوا نشفناهم ويبسناهم وطحناهم، فكنخلطوهم مزيان وكنضيفوا عليهم واحد الملعقه صغيره من المسحوق ديال بيكربونات الصوديوم. هذا الخليط اللي كنحصلوا عليه كنديروه على شكل كموسات اولا صريرات في واحد طريف ديال الثوب، مثلا الثوب ولا الزيف ديال حياتي، واحد ربعه ولا خمسه، وكنعلقوهم في الاماكن كامله اللي عندنا فيهم الرائحه. غادي نشوفوا على انهم من اليوم الاول ديك الرائحه ما غتعاودوش تشموها نهائيا وما غتبقاش عندكم، وديك الساعه ممكن تحيدوا دوك الكموسات او لا. الاهم على انها كتنصحنا ظاهره دوك الكموسات ما نرميوهمش، لانه ديك الرائحه كتبقى فيهم دائما وكتبقى الفعاليه مده طويله، يقدروا يصبروا عندكم حتى المده ديال عام، حتى لسنه، وانتم كتبقاو تشموا ديك الرائحه ديال القرفه مع القرنفل مع دوك القشور ديال الحامض او لا ديال الليمون، فواخا ما تبقاش حاجتكم بهم خزنوهم في شي بلاصه وخليوهم ما ترميوهمش نهائيا، لانه الفعاليه كتبقى فيهم مده طويله تقدر توصل حتى العام. اذا كناخذوا المسحوق ديال الفاخر مع القرفه القرنفل وكذلك القشور ديال الحامض اولا ديال الليمون اللي كنكونوا نشفناهم يعني يبسناهم مزيان وطحناهم، كنخلطوا مع بعضياتهم، يعني هادشي كله كيكون على شكل مسحوق، يعني كلهم مدقوقين ولا يعني مطحونين، وكنضيفوا عليهم واحد الملعقه صغيره من المسحوق ديال بيكربونات الصوديوم. الخليط اللي كنحصلوا عليه كنديروه في واحد التوب مثلا ديال حياتي ولا اي توب اخر، وكنخليهم على شكل كموسات ولا صريرات، كنعلقوهم في الاماكن اللي بغينا نشموا فيهم شي ريحه اللي كتكون زوينه. فالاهم كيف ما قلنا ظاهره كتنصحنا على انه كيبقاو صالحين لينا على الاقل واحد المده ديال عام، وانتم كتشموا غير الرائحه ديال القرفه وديال القرنفل ودوك القشور ديال الحامض اولا الليمون على حساب الاختيار ديال كل واحد وشنو كيفضل. شكرا لك زهيره ام وئام ولقمان. نمشيو هاد المره لاقتراح اخر اللي هو من عند فاطمه بالحاج. فاطمه بالحاج اختارت على انها تعطينا اليوم اقتراح اللي هو خاص بالنسبه للتنظيف ديال الروائح اللي كتكون مثلا في الاواني ديال الفخار ديال الطين مثلا بحال الطاجين. باش كتنصحنا فاطمه كتقول اهم حاجه على انه داك الطاجين ما عمرنا ما نغسلوه اولا نحكوه بشي حاجه اللي كتكون حرشه بحال الحلفه ديال السلك، حتى الا تحرق الطاجين ما كنستعملوش ليه الحلفه ديال السلك نهائيا، فقط كناخذوا اما واحد الطوبه ديال السكر مع شويه ديال الماء وهي اللي كنحكوا بها داك الطاجين باش كنحيدوا منه الحراق. كاين اقتراح ثاني كذلك هو داك الماء مع طريقه ديال الملحه، وكنحطوا داك الطاجين فوق البوطه على عافيه مهيله، داك الملح مع الماء كذلك كيحيدوا داك الحرق من الطاجين، ما نستعملوش ليه الحلفه ديال السلك نهائيا. كتقول اهم حاجه بالنسبه للتنظيف ديال الطاجين هو كنستعملوا غير بونجا مع التفل ديال القهوه، فغادي نشوفوا على انه الرائحه اللي كتكون عندكم في الطاجين ما كتبقاش نهائيا، مثلا الا كنا طيبنا فيه الحوت وبقى قابط ديك الريحه واخا استعملنا ديك يعني السائل ديال التنظيف، فمن الاحسن نحكوا داك الطاجين اولا ننظفوه غير بالتفل ديال القهوه مع واحد البونجا، وما نستعملوش السلك نهائيا اولا الحلفه ديال السلك، فداك التفل ديال القهوه كيكون كفيل على انه يحيد لكم الريحه اللي كتكون في الطاجين ديال الطياب. اذا فقط نستعملوا البونجا مع داك التفل ديال القهوه، وهذه فرصه لانه بزاف ديال الناس يعني القهوه كتكون على المائده ديال الافطار تقريبا بشكل يومي، كل مره عصرنا ديك القهوه داك التفل اولا التخس ديال القهوه نخليوه ما نرميوش، لانه الاستعمالات ديالو كثيره وعديده، وكل مره في الحلقه من حلقات برنامجكم سيداتي سادتي غادي نعطيكم استعمال بالنسبه للتفل ديال القهوه واش نقدروا نديروا به. غادي نمشيو هاد المره لاقتراح اخر من عند هدى المجدوبي اللي اختارت انها تعطينا اقتراح بالنسبه للصدى اللي كيكون مثلا في المعالق في السكاكن في لي فورشيت، كيفاش نقدروا نحيدوه. كتقول احسن حيله واحسن طريقه هي جربتها بالنسبه للصدى الا كان عندكم مثلا في الموس او لا عندكم في الفورشيت او لا في المعلقه، ما عليكم الا تاخذوا طريف ديال البصله كتغطسوه في السكر سنيده
وكتحكوا به دوك الاماكن ديال الصدى او ليطاش ديال الصدى اللي عندكم. النتيجه هائله، كيرجع اللمعان والاثار ديال الصدى ما كيبقاش نهائيا لا في السكاكن ولا في لي فورشيت ولا في المعالق نهائيا. اذا غير طريف ديال البصله اللي كتكون منقيه كنغطسوه في السكر سنيده وكنحكوا هذوك ليطاش ديال الصدى، والنتيجه هائله كيف ما كتقول هدى المجدوبي. فشكرا لك هدى، شكرا لفاطمه بالحاج، لزهيره ام وئام، ولقمان، والناجيه من وجده كذلك على كل الافكار والاقتراحات اللي هما فادونا بهم في الحلقه ديال اليوم. حنا باب التواصل غادي يكون مفتوح معكم انتم او في انا، علاش لاحت انتم تفيدونا بافكاركم واقتراحاتكم، ومرحبا بكل تساؤلاتكم. ولكن قبل غادي نمشيو عند المتوج وكيف ما شرنا اليوم. فطبعا المتوج اللي غادي يكون معنا هو عماد الفاطمي من مدينه اكادير، غادي يفيدنا بالافكار وبالاقتراحات ديالو. اهلا وسهلا بك عماد. السلام عليكم اختي عكاش. وعليكم السلام ورحمه الله، عواشركم مبروكة وان شاء الله كل عام وانت بالف خير عماد. علينا وعليك وعلى جميع الطاقه والمستمعين والمستمعات، رمضان مبارك سعيد. علينا وعليك ان شاء الله، وشكرا لك عماد. ففعلا فعلا غير باش نقول للامانه، لانه بزاف ديال الناس هما اللي رشحوك وبغاوك تكون انت المتوج باش تفيدهم بالافكار وبالاقتراحات ديالك، وانا كنشكرك عماد لانه الحمد لله فاليوم مع البرنامج ومع الافكار والاقتراحات اللي كتكون متبادله، راه هاد الحيل وهاد الشيء ديال الدار راه ما كيخش غير المراه، لا حتى الرجل ممكن انه يشارك وممكن حتى هو يفيدنا بالافكار وبالاقتراحات اللي كتكون عنده، علاش لا. فمشكور عماد على هذه المساله. غادي نمشيو على بركه الله تفيدنا باول اقتراح، شنو هو؟ واحد اول اقتراح، كيفاش طريقه تخزين الليمون يعني البرتقال. اييه، اذا الليمون الا تقديناه بطبيعه الحال بكميات كثيره، وكنعرفوا بزاف ديال الناس اللي هما فطنوا لهذه المساله، تقداو الليمون قبل شهر رمضان الكريم باش واخا تزاد الثمن ديالو ما كانش عنده مشكل. تبارك الله عليك عماد. اذا الليمون الا تقديناه بكميات كثيره كيفاش نقدروا نخزنوه؟ يعني تنخذ البرتقال ديالي تنقيه بالطريقه العاديه، يعني تنخذ يعني القشره الخارجيه عاد تدخلني ديك البيضه. اييه صافي، تنحلو البرتقاله تنفرقو سميتو يعني مصطوات يعني. اييه طريفات. اييه كنقطعوها ثلاثه ثلاثه مثلا او جوج جوج ملاصقين، تنحطهم فواحد فواحد البسيط تندخلهم للفريكو حتى يتجمدوا مزيان. واخا، من بعد تندوز نديرهم في حتى بحياتي. اييه، وتحتفظوا فيهم بلاستيك. السيد اذا كان عندها مثلا يعني الزجاج اللي يقاوم يعني البرودة. اييه كان احسن. أيه. يعني تقدر تستعملوا بالطريقه العاديه، وقت ما بغات مثلا دير العصير او سميتو تجدد القياس ديالها. واخا تبارك الله عليك عماد، وراك عطيتي البديل بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ذوك البواطات او العلب اللي كيتحملوا الدرجه ديال الفريغو، فعطيتي البديل على انه اول حاجه كنديرهم في ذاك التوب ديال حياتي، عاد كنديرهم في البلاستيك، فذاك حياتي كيبقى واحد الماده يعني واحد الطبقه عازله ما بين الماده الغذائيه وما بين البلاستيك، فما نخافوش نهائيا الا درنا ذاك التوب او الزيف ديال حياتي. واخا تبارك الله عليك، نمشيو للاقتراح الثاني. باش الطريقه الثانيه يعني باش تحافظوا على الطماطم تبقى يعني كيف شريناها من السوق. واخا، اذا الاقتراح الثاني بالنسبه للمطيشه. اييه، يعني مثلا السيده باش تستعملها مثلا هكا، ما تستعملش ما ديرهاش مجمد، باش تستعملها مثلا شلايد او بصلصه يعني باش تحضرهم في نفس الوقت. تنشدوا مطيشه، تنشدوا مطيشه. اييه، تنغسلوها بالطريقه العاديه. تنسحب واحد الزيت نقي، وتحاول ديرها في واحد البلاطو وتحطو في شي بلاصه بارده. واخا، اييه، وتبقى واحد المده طويله، وتنسوق تساعد باش داك اللون الاحمر ديالها يولي اللون ديالها زهري بزاف. أيه. يعني باش تعطي اللون ديالها مزيان. اييه واخا. الاقتراح الثالث شنو هو عماد؟ الاقتراح الثالث باش نحافظوا على البصله تبقى لنا واحد المده طويله. اييه، بالنسبه للبصله. نعم تناخذوا البصله تنفرشوها في الشمس مده زين خمس ايام. إذا كنفرشوا ديك البصلة ونخليوها في الشمس لمدة ما بين 3 أيام حتى الخمس أيام. حتى الخمس أيام. واخا. الشمس نعم، من بعد تندخلها في واحد البيت مثلا في السطح ولا تندخلها في واحد المكان مهوي. أييه. صافي تبقى نستعملها، تبقى ما خصهاش ولا تقلب النباتات ديالها من الورق. واخا. نعم. نمشيو للاقتراح الرابع. الاقتراح الرابع كاين الفضة. أييه، إذا بالنسبة لأي حاجة عندنا مصنوعة من الفضة، إلا بغينا نرجعوا ليها اللمعان والنقاوة، أشنو نديروا؟ نعم. كناخذ واحد ملعقه كبيره ديال الكاتشوب. اذا ملعقه كبيره ديال الكيتشوب مع ثلاث معالق ديال الماء، تنخلطهم مزيان، يتخلطوا مع تخلط ديك الملعقه كبيره مع ثلاثه ديال المعالق كبار ديال الماء. وكناخذ واحد طريز ديال الثوب ولا واحد طريز ديال القطن. أيه. وكنغمسوه في المستحضر ديالنا ديال الثوبله. أيه. من بعد كنبقى نحكوا به الفضه ديالنا.
واخا. اذا بالنسبه للتلميع ديال الفضه عماد، غادي نحتاجوا الملعقه كبيره ديال الكيتشوب، كنخلطوها مع ثلاثه ديال المعالق كبار ديال الماء، كناخذوا اما واحد التوب او لطريف ديال القطن، كنغطسوه في هذا الخليط وكنلمعوا به الفضه. واخا تبارك الله عليك، شنو هو الاقتراح الخامس؟ الاقتراح الخامس باش نحافظوا على النفس الفيزي الورود، يعني الورود الطبيعي يبقى لهم واحد المده طويله. شنو هذا عماد؟ الناس اللي بغاو يحافظوا على الورد لمده طويله مثلا. الورد الطبيعي. الورد الطبيعي، نعم. نعم، فاش ندير معلومه، فاش ندير الورد ديالنا في المزهريه مع الماء، ضروري السيده اللي بغات تحافظ على الجوده ديال الورد دير واحد المعلقه ديال جوج معالق ديال الفاخر مطحون. واخا، اذا داك الماء اللي غادي نديرو في الفاز كنديرو معاه واحد ملعقه حتى زوج ديال المعالق ديال الفاخر اللي هو مطحون او مسحوق. نعم. واخا. صافي تنخلطو مزيان تحت الورد ديالها، تيبقى واحد المده ممكن مده طويله شويه، مع اسبوع ولا 10 ايام. اييه، اذا كيصبر داك الورد على الاقل وكيبقى شاد شويه، يعني كيبقى حي ما كيدبلش. واخا تبارك الله عليك عماد، نمشيو لاخر اقتراح، شنو هو؟ اخر اقتراح مثلا كان عندنا الدراري مثلا طاح لنا الفاز ديالنا مثلا وتشقق. اييه. مثلا تناخذوا الشمع، يعني الشمع عادي. اييه. وتندوبوه في نفس المكان داك الشق تاع الفاز ديالنا، وتندوبوه من الداخل، تنحاولوا ندوبوه من الداخل، صافي تيبقى فاش تيلصق عليه داك الشمع المذاب، صافي تيبقى نقدروا نعمروه بالماء، ما كيمشيش داك الماء نهائيا. واخا تبارك الله عليك، إذا مثلا ناخذوا داك الشمع بحال كنسخنوه شويه، يعني كنخليوا ديك الشمعه هكذاك نسخنوها شويه فوق البوطه، وكنبداو كندوزوا داك الشمع من الداخل ديال الفاز، يعني بحال كنديروا اللصاق. بحال الشكل ديال اللصاق تماما عماد، ياك هذه هي الطريقة. نعم، بحال هذه هي الطريقة، نعم، نقدروا نذوبوا ولا نقدروا من بعد كنقولوا نسخنوا ونحطوا عليها مثلا من الداخل، صافي فاش تيبرد تيلصق عليها. واخا، إذا كنسخنوا داك الشمع، كنسخنوا داك الشمع وكنحكوا على الفاز من الداخل باش ما كيبقاش يتسرب داك الماء، واخا يكون الفاز مشقوق. تبارك الله عليك عماد، وشكرا لك على كل الأفكار والاقتراحات اللي أنت فتينا بهم في الحلقة ديال اليوم عماد الفاطمي. وطبعا التواصل معك راه كيكون دائما، وكل طبعا بالنسبة لكل الناس اللي غادي يسولوا على الأفكار والاقتراحات ديالك في حال انه فاتهم شي فكره او لا شي اقتراح، فممكن ترجعوا ليها من خلال صفحه برنامج سيداتي سادتي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، غادي تلقاو الافكار والاقتراحات كلها موضوعه وموجوده باسم عماد الفاطمي في الصفحه ديال البرنامج. تواصلنا مفتوح معكم انتم اوفياء، انا فمرحبا بتواصلكم معنا على 05 22 46 72 50 51 او 52. مرحبا بكل اسئلتكم كذلك، وما تنسوش الرقم 5080 هو رقم للتواصل معنا عن طريق رسائل الاس ام اس. كيكفي انكم تكتبوا كلمه ماد، كتخليوا فراغ صغير، وكتبعثوا بالفكره او الاقتراح ولا السؤال اللي عندكم للرقم 5080. فغادي نمشيو للاس ام اس قبل ما غادي ناخذوا اول مكالمه معنا، غادي نمشيو للاس ام اس من عند بهيجه اللي كتقول شكرا على هذا البرنامج، تعلمنا معكم شحال من حاجه، وحتى انا بغيت نفيدكم بواحد الفكره اليوم بالنسبه للناس اللي كتحرق لهم اي حاجه من الفوق، يجربوا فقط انهم يرشوا عليها المسحوق ديال الحليب، يعني غير الحليب غبره، ويرجعوها للفران شويه واحد المده ما بين 3 ولا 5 ديال الدقائق، فالبنات ديال الحراق والمذاق ما كيجيش، ولكن بشرط خاصها تكون شي حاجه اللي طيبه في الفران. شكرا لك بهيجة على هذا الاقتراح، وبطبيعة الحال هو موقف اللي راه بزاف منا كيتعرض ليه خلال شهر رمضان الكريم، لانه يعني مثلا السيده كتكون يدهنه ويدهنه في البوطه والفران، وخاصها توجد العصير وخاصها توجد شحال من حاجه، فممكن يعني سهوا منها تحرق شي حاجه في الفران. فعطاتنا بهيجة قالت اي حاجه اللي كانت طيبه في الفران وتحرقات كنزولوا ذاك المكان اللي هو محروق، يعني كنحيدوه، نستعملوا واحد السكين ولا شي حاجه باش كنحيدوه، وكنرشوا فوق داك المكان اللي هو تحرق المسحوق ديال الحليب، يعني الحليب غبره، وكنرجعوها للفران واحد 3 ولا 5 ديال الدقائق، على ما كتاخذ داك اللون ديالها كيتحمر داك الحليب، وهكذا ما كتجيش البنه ولا المذاق ولا حتى الشكل ديال الحرق نهائيا، ولكن خاصها تكون شي حاجه اللي هي طيبه في الفران. شكرا لك، نمشيو في اول مكالمه نتواصلوا مع عزيزه على الخط معنا من مدينه فاس. مرحبا بك عزيزه. الله يبارك فيك، شكرا حبيبه عفاف. اهلا وسهلا بك عزيزه، عواشرك مبروكه، باش ما تمنيتي؟ حبيبه انتي بالصحه والسلامه، باش ما تمنيتي ان شاء الله. يا رب، مرحبا. تحيه ليكي وتحيه لمستقبلات المكالمات السامحه. شكرا لك عزيزه. الله يخليك، بغيت غير تعاودي لي داك الصابون اللي قلتي ديال اللي كيبيض الحوايج. اييه، هو الاقتراح ديال ناجيه من وجده. واخا، الصابون ديال الريحه ولا الصابون حجره طبيعي؟ واخا، نعاودوا الاقتراح ان شاء الله عزيزه وتسمعي لي. الصابون قول لي غير الصابون. الصابون هو عطاتنا الاختيار، قالت سواء الصابون الحجره ولا الصابون الريحه، على حسب شنو عندك اللي بغيتي. 4 ديال الصابونات اللي غيكونوا محكوكين. العفو، شكرا لك عزيزه، كنتي معنا من فاس. يا رب امين، شكرا لك. نمشيو ناخذوا مكالمه اخرى، هذه المره سعيده على الخط معنا من خنيفره. مرحبا بك سعيده. مقصر هذا الراديو، انا اختي لاباس عليك. شكرا لك سعيده، مرحبا. نقصر الراديو عليكم. الله يبارك فيك. عافاك، انا غير على واحد الطابلو عزيز عليا بزاف.
اييه كبير وعنده كدر شايف يا ولدي أيه؟ عنده الكدر الذهبي بغيت نسترجع ليه داك البغيون العادي. واخا ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك سعيده. الله يجازيكم بخير على هادشي كاع اللي كديروا معنا. الله يجازيكم بخير. العفو هذا واجب علينا سعيده. شكرا لك توصلتي معنا من خنيفره. وبالنسبه لك الاقتراح غادي يكون سهل بزاف وان شاء الله غترجعي اللمعان وداك داك اللون الذهبي بالنسبه لذاك الكادر او الاطار ديال داك الطابلو اللي عندك. فغادي نعطوك ان شاء الله اقتراح اللي غادي يكون سهل بزاف. نمشيو هاد المره معنا مكالمه اخرى عزيزه على الخط من قرعه الصراغنه. اهلا بك عزيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. درستي عفاف. الحمد لله. مرحبا بالناس ديال قلعة الصراغنة عزيزة. أنا من سولك أختي أتاي قالت لي جلابة. أيه. تركوا. واخا. وما بقاش بغا يحيد لي شنو الحل. الجلابة التوب ديالها أشنو مليفة؟ مليفة. التوب ديال مليفة. واخا إن شاء الله عزيزة نجاوبوا على السؤال ديالك. شكرا لك تواصلتي معنا من قلعة الصراغنة. معنا مريم هذه المرة على الخط من العيون. مرحبا بك مريم. بارك الله فيك أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كنشكركم على هذا البرنامج بزاف. مرحبا بك مريم. هذاك أختي عندي واحد الجلابة في المليفة. واخا. سميتها زرقاء وفيها واحد الطبعة أختي في كحلة ما عرفتهاش ديالاش. طبعة كحلة. واخا صبنتيهم وبغات تحيد مريم. اي صبنتها باش تحيد. باش تحيد. واخا ان شاء الله نعطيك الاقتراح مريم. شكرا لك تواصلتي معنا من العيون. العفو هذا واجب علينا دائما. 0522 46 72 50 51 والرقم 50 80. كتبوا كلمه ماد خليوا فراغ صغير وبعثوا بالسؤال ديالكم للرقم 50 80. غادي نبقاو لحظه مع فاصل اعلان وراجعين مباشره من بعده. فخليكم اوفياء كيف ما عودتونا دائما وبقاو ولقنا مازال مستمر ومتواصل معاكم اوفياء انا في برنامجكم سيداتي سادتي بطبيعه الحال في توقيت جديد خلال شهر رمضان الكريم. الوحدة حتى الجوج بمجموعة من الأفكار من الاقتراحات ومن الحيل ديال الدار وإن شاء الله تكونوا كتستافدوا معنا دائما. غادي نمشيو هاد المرة في مكالمة أخرى معنا فاطمة الزهرة على الخط من مدينة فاس. أهلا بك فاطمة الزهرة. صباح النور عافاك. أهلا وسهلا وعشركم مبروكة بكل ما كتمني إن شاء الله. عواشرك مبروكة إن شاء الله تدخل عليك بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتي. يا رب أمين. شكرا. قبل ما نسولك كنشكرك بزاف لأنك واحد المرة كنتي نقتيني كنت قلت لك على واحد الشوميزة اللي فيها المداد. أيه. وديك الوصفة اللي عطيتي لي معتبرة. الله ينورك والله يسهل عليك. يا رب أمين. شكرا لك فاطمة الزهرة. هكذا غير باش حتى المستمعين يستافدوا. كان عندك مشكل ديال المداد في إن شوميز يعني في واحد القميجة. شنو الاقتراح اللي كنا عطيناك؟ انت عطيتي لي الحليب مع عصير الحامض. اييه وعلى ما نحس بان داك المداد صافي طلق في العصير الحامض غادي نولي نصبنها من الاحسن بصابون الحجره. أيه. ونشرها في الشميشه. المهم انا عرفتي فاش بغيت نجيبها تخلعت بقيت مغمضه عينيا كنقول غادي نشوف شنو غادي يوقع ولكن والله الا عرفتي دعيت معك بزاف. الله يسهل عليك الله يخليكم ان شاء الله ديما منورين وديما الفوق الفوق. يا رب امين. شكرا لك فاطمه الزهره. مرحبا. نعطيك الصرا اختي عفاف في العيد بغيت نخيط شي جليبه وبغيت ناخذ التوب ديال المليفه وما عرفت شنو ناخذ في اللون. واخا ان شاء الله. مازال ما خديتيش دابا التوب. بغيتي تعرفي اللون وبغيتي تعرفي النوع ديال التوب او لا بغيتي المليفه؟ المهم انا العمر ديالي 28 والبشره عندي سمراء ما عرفتش. المهم انا اقترحي لي اي حاجه نديرها. واخا ان شاء الله. غير تعطينا فكره فاطمه الزهره باش هكذا مع خبيره الموضه خديجه الحجوجي ما نعطوكش نفس الاقتراح. عطينا شويه فكره على الجليبات اللي عندك قبل. عندك كلهم لون واحد؟ انا الى الصراحه انا كاع ما كنلبس الجلاب كنلبس غير الجين ويعني اول عيد بغيت نخيط جلابه. اييه واخا وهذه هي الفرصه ان شاء الله طبيعه الحال خصوصا مع المناسبه ديال عيد الفطر. وشوف صفا اخرى الله يعطيك السر. أيه. الحمص ما كي فاش كنطيبو في الحريره شي وحدين كيطيبو شي وحدين كيبقاو لي مكنزين ما كيبغيوش يطيبو. واخا ان شاء الله نعطوك الاقتراح فاطمه الزهره وغادي يكون ساهل بزاف. وبالنسبه للجلابه ديال العيد فان شاء الله خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي كتكون مرافقاني في الحلقات ديال يوم الاربعاء باش تجاوب على كل تساؤلاتكم اللي عندها علاقه بالموضه. ما تنسوش انه غدا ان شاء الله كعاده كل يوم ثلاثاء كيكون مرافقني وحاضر معنا الخبير المختص في الديكور سامي دانا اللي كيجاوب على كل تساؤلاتكم اللي عندها علاقه بالديكور. في مكالمه اخرى هذه المره غادي نمشيو باش نتواصلوا مع غيزلان على الخط معنا من الداخله. مرحبا بك غيزلان. السلام عليكم اختي عفاف. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بالناس ديال الداخله. علينا وعليك ان شاء الله. يا رب امين. مرحبا بك غيزلان. اختي عفاك عندنا واحد الكيطمه وفيها واحد الطبيعات ما كيبغيش يتحيدوا ليا. واخا اللون ديالها. وعندي اختي عندي البوطه. اييه. البوطه ديال الطياب. دابا فاش كنشعلها كدير ليا كتغطي ليا كلهم المايعين كحلين. اييه كطلق داك الدخان. واخا ان شاء الله نعطوك الاقتراح. غير بالنسبه غيزلان دوك الطبايع ما عرفتيهمش ديالاش واش شي حاجه كانت مثلا تخوات عليها وبقى الاثار ديالها؟ لا ما قلتش نتاعش ديما كنصبنا كيبقاو فيها دوك الطبيعات. الطبايع كيف دايرين صفرين كحلين بحال قهويين شي شويه؟ واخا
ان شاء الله. نتوما اختي راحه غزلان شكرا لك تواصلتي معنا من الداخله. هاد المره معنا توريا على الخط من سيدي قاسم. مرحبا بك توريا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. اهلا وسهلا بك. رمضان كريم علينا وعليك ان شاء الله بكل ما كتمني. اللهم امين. شنو ديالي بغيت نسولك؟ فران عندي انا الجاجه ديالو. اييه واخا كنمسحها وداك الشيء ديما كتبقى ديك الضبابه ما كتبقاش تبين، بقات ديك الضبابه في تدير ما كنشوفش شنو كاين في الفران الداخل. اييه واخا وعارفه المشكل فين كاينه توريه؟ راه ماشي في الزجاجه اللي على برا، راه في الزجاجه الدخلانيه. واخا ان شاء الله غادي نرجعوا ونعطيوك طبعا الاقتراح غدا ان شاء الله. تسنوا الاقتراح لانه كان سبق وعطاه لينا الخبير المختص في الديكور سامي دارن بالنسبه للفران لما كيولي فيه هذا المشكل وكتولي ديك الضبابه على الزجاجه رغم التنظيف ديال السيده شحال من مره وشحال من مره. فهو كان شرع انه المساله ما كتكونش في الزجاجه اللي على برا وانما في الزجاجه الدخلانيه. وغدا ان شاء الله غادي نرجعوا نفكركم بالطريقه كيفاش تكون وكيف ممكن انه ديك الزجاجه نرجعوها نقيه من اول وجديد وكتلمع واي حاجه كطيب في الفران نقدروا نشوفوها واش طابت ولا مازال. نمشيو هاد المره مكالمة أخرى معنا مالكة على الخط من مدينة مراكش. مرحبا مالكة. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله مالكة. داير الطاقم ديال المدراديو بخير. الحمد لله كيسلموا عليكم مرحبا. وموفية بزاف البرامج ديال المدراديو. أهلا وسهلا مرحبا. شكرا لك بزاف. عرفتك اختي بغيت نسولك انا مرتاح بزاف. لا شوفي انت مع الاسره ديالك ومع العائله ديالك مالكة ما كاين علاش يكون الارتباك نهائيا. بزاف بزاف. مرحبا. عافاك بغيت غير نسولك عندي ولدي عنده شي حوايج وفيهم بزاف الطبيعي وما بغاوش يحيدوا ليا، غسلتهم بزاف وما بغاوش يحيدوا ليا. واخا لونهم؟ عندي شي طريقه باش نحيدهم. اللون ديالهم والثوبه مليكة؟ اللون غير هما التيشيرتات اللون اخضر وواحد قهوي شويه وبيج من الفوق. اييه والثوب ديالهم شنو؟ داك المهم الثوب عادي ما عرفتش. الثوب مقطن بعدا مقطن شويه؟ مقطن. واخا ان شاء الله. يلا شكرا بزاف محلا. العفو شكرا لك ملي كتواصلتي معنا من مراكش. هذه المره معنا حسن على الخط من مدينه الدار البيضاء. اهلا بك حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بخير الحمد لله حسن. عواشرك مبروكه ورمضان كريم. الله يبارك اختي بارك. عندي اختي واحد الجلابه ديال المليفه اللون ديالها كري. اييه وعندي في واحد الطابع صفر هيت من ندير لي شي حوايج مصبانه شي حوايج ما بغاش يحيدو. ما بغاش تحيد. واخا ان شاء الله حسن نعطيوك الاقتراح وغيكون ساهل وغادي يحيد ديك طبعا من الجلابه ان شاء الله وترجع تلبسها بالصحه والراحه. معنا ام خديجه على الخط هذه المره من اسفي. مرحبا بك ام خديجه. الو كدير اختي عفاف؟ الحمد لله. شحال في العمر ديال خديجه؟ انا شناك؟ شحال في العمر ديال ام خديجه ديال خديجه؟ ام خديجه عندها قريبة تلاقي عامين. ان شاء الله العمر كامل وتشوفيها كيف ما كتمني. مرحبا. عندي واحد الطالب. اييه على قبل شني ولا اختي شحال ما كتخلينيش نعس الليل نهائيا. اييه كندير الريحه كندير الحباق كندير والو والو. واخا كلت ليا بنياتي صافي. واخا ان شاء الله ام خديجه نعطوك الفكره والاقتراح. راني كنبغيكم بلا قياس. العفو شكرا لك. وهذا الامر كيفرحنا بطبيعه الحال وبالمحبه ديالكم وبالوفاء ديالكم ام خديجه باش حنا مستمرين ان شاء الله. وكنتمناو على انه دائما تلقاو عندنا الاشياء اللي كتستافدوا منها بطبيعه الحال واللي كتفيدكم في الحياه اليوميه ديالكم. فان شاء الله هذا هو الامل ديالنا. وطبعا هذا الامر كيجيب جهد بطبيعه الحال ديال طاقم. ربما حنا دائما الاصوات ديالنا كتوصل لكم ولكن الحمد لله كاين طاقم يعني مورانا فيه اداره فيه ناس وطاقم يعني تقنيين فيه يعني ابداع وجهد ديال طاقم كامل ماشي غير ديال شخص فقط. كورة أم خديجة. معنا فاطمة على الخط هذه المرة من مراكش للأسف انقاطع معها الاتصال. طيب خلونا نمشيو هذه المرة للرسائل ديال الاس ام اس. ومعنا اس ام اس من عند ليلى. ليلى السؤال ديالك اللي هو خاص بالموضة تسناي الإجابة عليه إن شاء الله يوم الأربعاء مع خبيرة الموضة طبعا خديجة الحجوجي المصممة اللي كتكون حاضرة معنا ومرافقاني في الحلقات ديال يوم الأربعاء. غادي نمشيو هذه المرة لاس ام اس آخر من عند مستمعة كريمة اللي هي كانت كتسول على المشكل ديال السيلو في الحيط. قالت أنه كانت سمعت الاقتراح ولكن ما عقلاتش عليه نهائيا. فكانوا مروا معنا بزاف ديال الاقتراحات بالنسبه للستيلو او للوليدات اللي خداو الستيلو كتبوا في الحيط فحسب حتى النوعيه ديال الصباغه اللي معروف على انه الصباغه ديال الزيت ساهله بزاف كيكفي غير المعجون ديال الاسنان دونتيفريس اللي كناخذوه وكندهنوه على ليطاش ديال الستيلو كنخليوهم حتى كينشف عليهم باش كنعرفوا النشف كتبان فيه واحد التشققات وديك الساعه راه كنمسحوا عادي بشويه ديال الماء فما كيبقاش الاثر ديالو. المشكل كيكون في داك النوع ديال الصباغه اللي كتكون مات يعني ما فيهاش داك اللمعان فهي اللي كتكون شويه صعيبه. هذيك عاده ما كنستعملوا ليها غير الصابون البلدي. كناخذوا الصابون البلدي كندهنوا على داك الستيلو كنخليوه كذلك حتى كينشف وكنرجعوا كنمسحوا بالشيفون اللي كيكون مفزق بشويه ديال الماء مع داك السائل ديال التنظيف ونحاولوا انه ما نخليوش الاثر ديال الرغوه باش حتى الشوب
الشبابيه ما تبقاش، خصوصا اذا كان شي لون اللي كتبان فيه اي حاجه. فنرجعوا مازال غدا ان شاء الله ونطرقوا لهذا المشكل مع الخبير والمختص في الديكور سامي دانان، اللي حتى هو دائما كيفيدنا بالافكار وبالاقتراحات ديالو. حنا للاسف وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي، وما تنساوش انه التواصل معنا كيكون يوميا من خلال صفحه البرنامج في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكذلك من خلال مجله المراه المغربيه بامتياز موقع لالا مولاتي اللي كتلقاو فيه كل ما يفيدكم. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم في الاعداد والتقديم سعيده عقال، رافقتني في الاخراج وسميحه كانت في استقبال مكالمتكم، سيام مقبول ان شاء الله، وبقيه اوقات طيبه وممتعه قضوها رفقه برامج الاذاعه القريبه منكم ميد راديو. الى اللقاء.